يقول: يعمل والدي في وظيفة حكومية، وأثناء كثيرة وأحيانا كثيرة لا يذهب إلى الدوام كاملا، وأحيانا لا يذهب إطلاقا، فما حكم الراتب الذي يتقاضى، وما حكم أبنائه وزوجته الذين يأكلون من هذا الراتب؟ لا يجوز للموظف أن يترك العمل بغير عذر شرعي، إما إجازة رسمية أو أصابه مرض وأخذ إجازة مرضية، أما أن يترك العمل من غير عذر شرعي هذا حرام عليه، والراتب حرام إلا إذا أدى العمل، لأن الراتب في مقابل العمل، فلا يجوز له أخذه إلا إذا أدى العمل، عمل الوظيفة. وأما أنتم إن كان تستغنون عنه، تنفقون على أنفسكم بدونه، فاتركوه ولا تأكلوا من كسبه. أما إن كان ما لكم غنى ولا لكم موارد إلا ما يأتي إليه هو، فأنتم معذورون إلى أن تستطيعوا الاستقلال عنه. نعم.